مرحبا صبايا كثيرين صلبوا مني انه كيف تنشغل قبعة الثعلب انا هلا رح اعلمكم اياها بابسط وسيلة البداية هون نحن على نمرة نمرة اربعة بنشتغل اثنين وثمانين غرزة اثنين وثمانين غرزة بنشتغلها ريب مفرد واحد عدل واحد مقلوب بنشتغل لمدة اثناشر دور بعد اثناشر دور هني هدول اثنين وثمانين غرزة هلا بنشتغل بدنا نقسمهم بالنص واحد واربعين للبني واحد واربعين للابيض بدنا نشتغلهم هلا شوفوا شغله بسيطه هلا بنشتغل نشتغل عدل عادي واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه تسعه عشره داعش. اي صبايا اشتغلنا من هون وحدو اربعين قطبة باللون البني هلا بنوصل الخيط السكري بنشتغل هلا هون نحنا بدنا نشتغل وحدو غرزة لنهاية السطر هذا الخيط علمتكم كيف نحسن نحنا نخبي اي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية لاحظتوا شلون كيف نحن خبينا هلا بنشتغل للنهاية وبرجع لكم اي صبايا بنشتغل هلا مثل ما قلت لكم قسمين قسم بالبني وقسم بالبيج او السكري لعلمكم بس شغله مشان ما يفرق معاكم الشغل اجينا نشتغل بالسكري شو بنعمل لاحظوا بنجيب هذا الخيط من تحت الخيط البني وبناخد البني هيك على اليسار شغلة كتير بسيطة وسهلة المهم ما بيفرق الشغل معانا بنشتغله لاحظوا شلون بيطلعوا بيطلع هيك الخيط بينكمش وبتضلوا انتم مستمرين بالشغل ما بيفرق الشغل معاكم لاحظوا كيف هيك بالضبط هلا بدنا نستمر بالشغل نتابع جورسي عادي بدنا القسمين القسم الب... البني والقسم السكري بنضل عم نشتغل على هالاساس هيك لنوصل 14 سم نوصل 14 وبشوفكم اي صبايا اشتغلنا نحن هلا باللونين هدول اشتغلنا حتى وصلنا 14 سم بس 14 سم هلا شو بدنا نعمل هلا بتوقفوا الشغل بالابيض او بالسكري بتخلوه معلق على السناره ومنتابع الشغل بهذا البني هيك لفوق لنوصل لطول 24 بنوصل 24 بنرجع لكم اي صبايا نحن هون قلت لكم وصلنا هون لل14 سم وقفنا هلا تابعنا الشغل تركنا هذا معلق على السناره ما عدنا اشتغلنا فيه وتابعنا هذا لحتى وصلنا ل23 سم ثلاثة وعشرين سنتي شوفوها على التمام ثلاثة وعشرين سنتي هلا شو بدنا نعمل بدنا نختم اثنين بدنا نختم الغرز بدنا نعلقهم ببعضهم مندير هيك على وجه على دور الوجه دور العديل يعني وشوفوا هلا بدنا ناخد من هون ومن هون بدنا ناخد اثنين بت او بالكل شيء بدنا نقسم الغرز لثلاث اقسام عشرة اثنين اربعة ستة ثمانية عشرة من هذا الطرف واثنين اربعه سته ثمانيه عشره من هذا الطرف نختمهم على الخالص بضل عندنا 21 غرزه بالنص بدنا نشكل فيهم وجه الثعلب هلا شوفوا شلون طبقوهم هيك على بعضهم على دور الو... العدل دور الوجه يعني طبعا هذا الخيط الأب... السكري ما عاد بدنا اياه هلا كل شغلنا بده يضل باللون البني ثابتة بيج وبني مو ضروري انه نساويها اورانج وابيض مثل ما بيساووها بنغير شكل شوي بنجيب ابره طبعا ابره ثالثه وهلا شوفوا في عندنا عشر غرز هلا بدنا نختمهم سوا بدنا ناخذهم وحده من هون وحده من هون نفس الطريقه اللي علمتكم اياها مشان ختم الاكتاف خدي وحده من هون وحده من هون هاي واحدة وهي الثانيه هاي اول غرزه بدنا نختمها وهي الثانية لاحظوا بنات وحدة من هون وحدة من هون هاي الثالثة هلا ثلاثة ما تروحوا ولا غرزة هلا الرابعة هلا الرابعة هاي الرابعة خمسة بدنا نختم عشر غرز ختمنا عشر غرز ختمناهم ختمة نهائية هلا عنا الواحد وعشرين غرزة بالمنتصف هدول نشتغلهم شغل عادي ما بدنا ما بدنا نختمهم هاي صاروا اثنين ثلاثة هاي أربعة خمسة ستة واحد وعشرين قصبة هاي صبايا اشتغلنا هلا واحد وعشرين غرزة اثنين أربعة ستة ثمانية أربعة عشر ستة عشر ثمانية هلا في عنا هدول العشرة هدول بدنا هاي واحدة بدنا نختمهم مع بعض واحد 21 ما بدنا نختمهم بنتركهم معلقين لانه بدنا نبلش نشتغل فيهم الانف تبعيت الثعلب هلا هيك وبنشتغل دور قفا عدل دور مقلوب عفوا بدون اي شيء دائما بيكون عندنا التنقيص او تشكيل الانف بيكون على دور العدل ختمنا العشر غرز طفى عنا هون نحن اخر الخيط هذا نحن هلا ما بدنا اياه هذا اخر الخيط بدنا نقصه نحن ما بدنا اياه هلا بدنا نشتغل بقى بال21 غرزه بس الاماميه اللي بدنا اياها طبعا هذا بنفكه هلا وهلا بدنا نبلش بنجي لهون وبنربط الخيط بهذا المكان هاي ربطنا الخيط بهذا المكان شوفوا بقى هلا فرجيكم كيف صارت منظرة للقبعة الايس كاب لاحظوا شلون هلا نحن بهالشكل هذا ها. صارت هيك هلا هيك نحن شكلنا هدول ال... الادانين تبعوته، الادانين تبعوثو شايفين هلا نحن بدنا نشتغل بقى هلا من هون هيك نزولا لتحت هلا هون نحن بدنا نشكل شكل الوجه تبعية الثعلب هلا دور الافع او دور المقلوب هذا ما في له اي شيء نشتغله عادي ما في لا تنقيص ولا شيء نوصل للعدل بلاقيكم هلا عم نشتغل دور العدل بالنسبه لهلا تشكيل الانف اول غرزه نشتغله ثاني غرزه نسحبه أرجع هيك وبناخد اثنين عدل معا هدول أول وحدة ما مننقص فيها دايما بننقص من التاني بنتابع عدل هيك لقبل النهاية باتنين كمان بناخد ناخد اتنين من اليمين واتنين من اليسار نصنع هدول الاثنين ناخذهم اثنين معا قبل النهاية بوحدة ناخذ هدول الاثنين معا وهي الاخيرة بنشتغلها هلا شوفوا شلون بده يصير هذا يقلب كله هيك بده يجي لهون هلا في عنا ثاني دور عدل على فكرة صبايا كل لموضوع نحن مو ختمنا هلا هاد بعدين بنشتغل دورين مشان نظبط انه غرزة المقلوب تكون لجوة تخبى تتخبى هيك شايفين صبايا بعدين يصير شغلنا كلياته على العديل من هون دايما هذا الدور الثاني للتنقيص نشتغل اول غرزة دايما نشتغلها نقلب هاي الغرزة بناخدها هيك بنرجعها على السنارة وناخد اثنين من ورا مشان ما تطلع معنا شكلها مو مو مظبوط بتميل هلا هيك على ايدنا اليمين وقت بنجلد الغرزه دائما بناخد اول غرزه بنشتغلها بناخد تنتين معا من اول الدور وتنتين من قبل ما ننتهي الدور بوحده هلا شوفوا شلون معانا طلعوا شايفه وصلنا هلا هون هلا هدو بناخدهم من ورا ناخدهم معا هيك من الامام يعني من امام ناخدهم تنتين وعدين هلا دور الخلف المقلوب عادي هلا دور التنقيس الثالث هلا هون اول غرزه بنشتغلها مثل ما قلت لكم نعمل هاي الغرزه هيك بنقلبها بنرجع بناخذ اثنين من تحت لاحظوا شلون اخذنا اثنين من تحت بدي اياها تميل الغرزه باتجاه اليمين اليسار يا ربي وهلا بنكفي الشغل هيك دائما التنقيس على الوجه العديل مو على الوجه المقلوب الافا دائما الافا تشتغليه عادي ما. ما في اي تنقيس بس على الوجه شوفوا هلا شلون وين نأخذ هلا شلون للغرزتين هدول نأخدهم من امام الشغل اول غرزتين نأخذهم من خلف الشغل اول واخر غرزتين نأخذهم من خلف الشغل اللي المقلوب عادي الدور الرابع للتنقيص اول غرزه بنشتغلها مثل ما قلت لكم الغرزه هاي بنعمل هيك بنرجعها على السناره بنرجع بناخذ التنتين من تحت صبايا انتبهوا لهالموضوع كتير انتبهوا له مشان الغرزة تميل معكم لليسار لاحظوا ها هذا الدور الرابع للتنقيص ما بدها شي سهلة كتير وهي الثنتين قبل نهاية الدور عم ناخد اثنين من قدام الشغل اول تنتين ناخدهم من خلف الشغل وهلا اخر تنتين ناخدهم من هون دور المقلوب عادي وصلنا للدور الخامس للتنقيص لاحظوا شلون بتطلع معكم الغرزه لاحظوا شلون بتميل معنا بهالشكل صفى معنا 2 4 6 8 10 12 13 غرزه 13 غرزه هلا الدور الخامس كيف بدنا نشتغله بنشتغل اربع غرز 1 2 3 4 ناخذ غرزتين معا طبعا هي بدنا نقلبها مثل ما علمتكم بنقلبها وبناخذ الثنتين من تحت نشتغل غرزة واحدة بنرجع بناخد هدول نشتغل هدول ناخد تنتين هدول معا وهلا منتابع عم نشتغل اربع غرز عادي المقلوب تشتغلوا مقلوب بدون اي زيادة او نقصان الدور السادس للتنقيص ما في تنقيص ابدا تشتغلوا الغرز مثل ما هي ما بتزيدوا ما بتنقصوا ولا اي غرزه بتشتغلوها مثل ما هي دور العدل ودور المقلوب تشتغلوهن عادي الدور السابع للتنقيص بنشتغل ثلاث غرز واحد اثنين ثلاثة ناخد هاي الغرزة بنغيرها ناخد تنتين من ورا نشتغل ثلاثة اول بعدين ناخد غرزتين معا بعدين غرزة واحدة بعدين بناخد غرزتين معا هذا الدور السابع للتنقيص بعدين بنكفي الشغل ثلاثة عدل وبنشتغل المقلوب عادي الدور الثامن للتنقيص بنشتغل بنشتغل سنتين عدل بعدين بناخد اثنين معا ناخذ اثنين معا وحدة عدلة ناخذ اثنين معا من هون بعدين اثنين عديل خلاص هلا المقلوب نشتغله مقلوب عادي الدور التاسع والعاشر ما فين شيء ابدا بنشتغلهم كلهم عديل عادي ومقلوب عادي بنضل عم نشتغلهم شكل عادي لفرجيكم هلا كيف كيف صار عنا المنظر هلا عم نشكل نحن أمس انف الثعلب لاحظوا صبايا هلا هيك نحن عم نشكل له انفه هذا الانف تبعيته لسه بدنا نشتغل دورين ثانيات بعدين بنكفي التشكيل هلا المقلوب عادي الدور ال11 للتنقيص تشتغلي غرزه تقلبيها هي مثل ما علمتكم تشتغليها هيك من ورا واحدة وهلا تنتين معا هاي هلا هيك لاحظوا نحن هلا وين وصل وصل الطول معانا يعني قربنا قربنا نوصلنا معانا هلا خمس غرز خمس غرز نشتغلنا دورين ثلاثه هلا لحتى نوصل للطول المضبوط بالنسبه للانف تبعية الثعلب هلا هذا المقلوب عادي وقت لكم عادي يعني بتشتغلوا عادي هلا هيك الدور ال 13 لل تنقيس كمان ما في تنقيس ليش نحن عم نطول هلا الانف بشكل طبيعي مشان يوصل اخر شيء هلا الأفة عادي الأفة نحن هون بقي معنا خمس غرز هلا الأفة عادي لاحظوا شلون تشكل معانا كيف تشكل معنا منظر الانف تبعية الثعلب هلا بقينا علينا ثلاث ادوار في عنا هلا الدور الاخير للتنقيص عباره عن انه مثل العاده بدنا ناخذ غرزة من أول بنشتغلها نقلب نرجع الغرزة بناخد تنتين معا والنصانية ما م... أبدا ما بنحرك فيها نأخذ أول شيء أول ما بتدي الدور بناخد تنتين معا النصانية بتضل مثل ما هي ما بنشتغلها وبناخد تنتين الأخيرات معا شو صفى معانا صفى معانا ثلاث غرز ثلاث غرز بدنا نشتغلهم على دورين وخلاص بنكون انهينا الانف نحنا بشكل كامل لاحظوا المقلوب مقلوب عادي من غير ما اي نزيد او ننقص لاحظوا صبايا هلا هون وصل الانف حتى وصل نهايته تمام تمام ما بقى في حاجه هلا بنختمون هدول الغرز الثلاثه نختمهم ما بقى بدنا اياهم وصلنا لطول الانف اللي بدنا اياه يعني بتعرفوا الختمه ختمه بسيطه شغله كتير بسيطه اول وحده ها هاي وحده وهي الثانيه خلصنا هن ثلاث غرز كانوا بقيانين يعني معنا خلصوا هلا لفرجيكم كيف بدنا نساويها هلا هذا الوجه تبعيته طبعا هلا بالخياطه نحن بدنا نخيط من هون هذا كله من خيطه وهي وجهه للثعلب بدنا نظبط تمام الغرزه تمام ال21 لهي نحن ما قلنا لكم نحن هون في عندنا 41 غرزه بالغرزه ال41 تماما بدنا نحطها ونحط نثبتها بالابره شوفوا شلون من هاي خيط ما بقى بدنا اياه نخلي معانا شوي للخياطة إما الباقي بدنا تعدوا واحد غرزه غرزة واحد أبدا تمام بتثبتوها فيه بتثبتوها من هون وبتخيطوا الغرز من هون ومن هون بعدين في عنا بنجيب ثلاث زرار بنحط زر هون بنحط زر هون بنحط زر هون مشان وجه الثعلب هذا هو بفرجيكم كيف بنثبت هون طبعا هاي بالخياطة هدول الزرار بنثبتهم هاي هون ما بدها شي ببرس الخياطة او بتقولوا لا التنظيف مو مشكلة بنجيبها ابدا عالزبط نحطها شوفوا هذا هون نخيطها نحطها هون بالزبط تماما هيك نخيطه هون انتي بتجيبي بعدين هذا هون بتحطيله انفه للثعلوب هون وهي العين حطوا عين هون وعين هون. هي هي عباره عن طاقة الثعلب حاولت ساوي اياها بابسط الوسائل بابسط الطرق وان شاء الله تكون عجبتكم وبتامل انه لايك وشير للفيديو وتعطونا ملاحظاتكم شو بتريدوا بفيديوهات قادمه